مع انه النظام لا يعفيهم من العقوبه. بالتالي اليوم وزاره الرياضه حتى لا يتفشى هذا الامر وللمصلحه العامه للقطاع الرياضي بالكامل انه يعني يتدخلوا ويخاطبوا الجهات الرقابيه في المملكه العربيه السعوديه للوصول لمن وراء هذا التسريب. اذا وصلنا لهذه النقطه ابو بدر صدقني لن يكون هناك مثل هذه الاحداث مستقبلا. يعطيك الف عافيه استاذ فهد برباع المستشار القانوني المحامي المعروف. بس استاذ فهد يعني كان عندي سؤال اخير لك، هل يحق لاي نادي ان يرفع قضيه على لاعب في الاتحاد المحلي والاتحاد الدولي في نفس الوقت؟ لا طبعا، اذا كانت القضيه موضوعها واحد واطرافها ايضا نفس الاطراف، نعم، والسبب ذات السبب، نعم، فبالتالي ترفع في جهه واحده. فمثلا اذا انت تتكلم على مثلا هذه القضيه، مثلا اذا كان موجود قضيه منظوره في الفيفا فلا يجوز الرفع للاتحاد السعودي لكره القدم او لجانه القضائيه. لا، اذا عندك اي حاجه تقدمها في نفس المقر القضيه اللي انت مقيم فيها ابتداء. يعني لو قضيه بين لاعب ونادي واللاعب راح اشتكى للفيفا، هل يحق للنادي ايضا الشكوى عليه في الاتحاد المحلي؟ اذا كانت نفس، انا قلت لك اذا كان نفس الموضوع، نفس الموضوع، نفس، لا تقام في نفس الجهة المنظورة فيها القضية. يعني رحت للفيفا تكمل فيفا، بديت في الاتحاد، نعم، السعودي تكمل في الاتحاد السعودي. نعم. طيب إذا 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 صار إذا صار إنك اشتكيت في جهتين، الجهة الثانية ماذا تفعل؟ يعني اشتكيت في الاتحاد السعودي ورحت للفيفا بعدين، وعرف الفيفا أن في قضية منظورة في الموضوع نفسه في الاتحاد السعودي، هل يحكم فيها الفيفا ولا يحولها للاتحاد السعودي؟ لا لا، القضية فين رفعت ابتداء؟ في الفيفا ابتداء. أيوة. والفيفا من اختصاصها النظر في هذه القضية، بالتالي لا يجوز لأي جهة أخرى التدخل في هذه القضية. واضح واضح واضح. أستاذ فهد برباع المستشار القانوني المحامي المعروف، شكرا جزيلا لك.